عندما نتحدث عن المرحلة الانتقالية التي يعيشها السودان اليوم بعد أن انتفض الشعب السوداني ونفض غبار الهيمنة الإخوانية من خلال النظام البائد السابق عن صدور السودانيين، وبالتالي تحرر السودان وامتلك قراره وسيادته بعيدا عن هذه الجماعة الإرهابية جماعة الإخوان. نحن نتحدث عن السودان متجدد، السودان متطور، والعلاقة السودانية السودانية لا يمكن أن نصفها، هي متجددة، هي تاريخية، هي أزلية، هي حقيقة أكبر من أن نصفها بكلمات. ولكن عموما كما ذكرت في البداية التحديات المشتركة، الأهداف المشتركة، نعرف جميعا أن المملكة العربية السعودية وقفت مع الشعب السوداني بكل أزماته، بدءا حقيقة من الفيضانات الأخيرة، بدءا من الفيضانات التي اجتاحت السودان. الركيز الملك سلمان كان له مساهمة فعالة جدا على الأرض مع الشعب السوداني. نتحدث كما ذكرت دور المملكة العربية السعودية قائد مقالب في رفع السودان للائحة العقوبات في الإرهاب. نتحدث عن إنجازات كبيرة جدا تحققت في السودان. هذا الشيء يفرحنا جميعا، نتمنى أن السودان أفضل، حتى أن السودان يستحق أن يكون في مقدمة الدول العربية. وما أسألنا عنها هو عودة السودان إلى الدول العربية، لأن السودان يعني حقيقة استراتيجية مهمة جدا بالنسبة للأمن العام. وبالتالي المملكة حريصة على أن استقرار السودان ودائما تمد يد العون والمساعدة للسودان ومساندة كذلك. الشعب السوداني عودنا دائما بإخلاص ووفائه وانتمائه وصدقه وأمانته، والسودانيون دائما لا يكفرون الجميل. دائما عندما تتعرض المملكة العربية السعودية لأي هجمة إعلامية أو سياسية أو أي كان، تجد الشعب السوداني أول ما يدفع عن المملكة العربية السعودية. والأمر صحيح، عندما يتعرض السودان لأي طالب لأي أزمة، تجد المملكة العربية السعودية تقدم قوة للعالم مساندة ومساعدة السودان حكومة وشعب. اليوم نحن في صدد علاقات متطورة جدا، هي امتداد لعلاقات تاريخية كما ذكرت، ولكن دائما حقيقة نجد الأيادي البيضاء المملكة العربية السعودية في كل محفل يهم ويخص السودان. في هذه المناسبة يعني أبارك الشعب السوداني الشقيق حكومة السودان الانتقالية، هذه المناسبة غالية جدا. ونحن كما ذكرت يعني أعيادنا واحدة، أفراحنا واحدة، ومصيرنا واحد، وأهدافنا واحدة. ولعل أكبر دليل على العلاقات السعودية السودانية أيضا قامت هذا الاحتفال بعد الاحتفال